السلام عليكم يا جماعة، وحلقة جديدة من كينج الفانتازي. معاكم محمد كورين وكابتن عمر خير الله. يعني مرحب بالعودة. اهلا وسهلا. يعني هنتكلم دلوقتي على الأسبوع العشرين، بنتكلم قبل ماتش تشيلسي وفولهام لأن مفيش وقت. الأسبوع هيبتدي على طول يوم الجمعة، فقلنا نختصر ونقتصد وننجز الوقت على طول، ونكلمكم في الحلقة على طول على الأسبوع العشرين، ويكون في وقت تتفرجوا عليها قبل الأسبوع الجديد. فتنبيه ده قبل ماتش تشيلسي وتشيلسي وفولهام، فرقة هلافيت، مش فرقة يعني مش تفرق معانا في حاجة في الفانتازي صراحة. تشيلسي ولا فولهام؟ ايه ده انت بتتكلم على ايه؟ اكيد تشيلسي طبعا. فولهام دي فرقة كويسة فشخ بجد على فكرة. ده حقيقي. والله فرقة كويسة قوي، يعني احنا ما استبعدش ان ويليان يعني يحط بريس ولا حاجة، يحط جونين كده في السخان، بس بجد انا متوقع ان احنا نخسر عادي. تعادل، انا حاسس يا ابني تعادل. احنا العاشر على الدوري، هم فولهام السابع، يعني احنا فاهم ايوه ماتش ماتش. اليوروبا ليج. ايوه بالظبط كده. لو بتتفرج على الحلقه اول مره وما عملتش سبسكرايب، يا ريت تعمل سبسكرايب، اعمل لايك للحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس، ونخش في الكلام على طول. عايزين نتكلم الاول على فرقنا اللي حصل فيها الاسبوع اللي فات، الاسبوع 19، وهنخش بقى عشان في كلام كتير اتقال على الاسبوع ال20 او دبل جيم ويك الاسبوع ال20، وكمان الصفقات اللي عماله تحصل حوالينا. فكابتن خير الله، انا شايفك جايب بوينتس عاليه ما شاء الله. انا جايب 75 بس سالت ماينس 4. انا جبت متروفيتش وكابتنته، ف يعني مش عارف اقول موفقه ولا مش موفقه، بس يعني مش فارقه، يعني هو مش فارقه كتير بالظبط. وجبت كان عندي فودن مشيته، وطبعا ان هو ما كانش بيلعب، وجبت الميرون فما عملوش حاجه، يعني الحمد لله اللعيبه اللي قبل كده هي اللي عملت. عندي شو وكين تريبيه، طبعا تريبيه 8 دي بقى ده الرقم العادي، يعني احب اقول لك يعني ان يعني التيم اوف ذا ويك فيه كازيميرو وتشامبرلين لعيبه كبيره طبعا، لعيبه كبيره. يعني وعندك فيه كابتن سولي مارش، في فيرجسون برضه اسطوره برايتن الجديد، المهاجم الجديد بتاع برايتن، فيعني مش فارقه كتير يعني. بس فجبت 75، جبت يعني 71 ناقص لي كيبا قدام فولهام، يعني 71 زي ما هي. طيب انا على 59 نقطه، كنت مكابتن هالاند كان 16 نقطه عندي، ده اللي نفعني الجيم ويك ده. دوهيرتي 14 برضو عندي، بصراحه كانت صفقه كويسه. راشفورد عند الناس كلها، تريبيه طبعا عند الناس كلها، فاضل لي كيبا، فاضل لي اندرياس، يعني نتمنى طبعا مش عارف اتمنى ايه، بس يعني مش فارقه كتير والله، بس ان شاء الله نشوف نقط يعني من اللعيبه اللي موجوده دي. ومفروض ان هو يعني اتعمل سهم اخضر، يعني انا مستغرب انها سهم اخضر، ولحد دلوقتي الحمد لله رانك ولا احلى، 1,500,000 او 1,600,000. انت كام يا كابتن؟ 800,000 بس في الهيد تو هيد، مش بعيد. انت في الهيد تو هيد فارق بماتش واحد اتنين بقى، ما انا كسبت الاسبوع. يبقى فارق الا لو اندرياس، الا لو اندرياس جاب سوبر هاتريك خلاص كده يبقى اتحلت، يبقى اتحلت فعلا. خش على الكلام، احنا دلوقتي طبعا في يناير، اول اسبوع في يناير، ترانسفير ويندو، فرق كتيرة عملت صفقات، اولها طبعا او اهم صفقة لحد دلوقتي طبعا فاكر ان اقول جاكو. هتقول لي بقى طبعا جواو فيليكس والكلام اللي لا 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 طبعا طبعا. ووبر بتاع ليدز يا جماعة، من راح من سالزبورج ليدز. ووبر يعني المفروض انه لعيب واعد صاعد والكلام ده كله، بس انا ما اعرفش هو بيلعب ايه اصلا، وصراحة عمري ما سمعت عنه قبل كده، بس يعني في ناس على تويتر بيقولوا ان ده لعيب كويس، ما مش هيفيدنا اي حاجة في الفانتسي. طيب نتكلم على جاكبو، نزل ب8، واعتقد انه هيبتدي الماتش الجاي اساسي، لعب في ماتش الكاس اوريدي، اعتقد يبقى اوبشن حلو جدا للناس اللي مش معاها فلوس صلاح، عايز اجيب حد من ليفربول او عايزه تولع في نونيز زي كده بالظبط، فخلاص كل اللي عنده نونيز هيبيع ويجيب جاكبو اعتقد يعني. يا لا انا شايف لا لا ايه يعني اللي عنده نونيز يسيب. شايف كده؟ طب ما احنا كده بنقول كده بقى لنا 3 اسابيع، احنا بنقول كده بقى لنا 15 اسبوع. بس يعني مش عارف، يعني انا كنت لسه بقول لك قبل الحلقه انا مش مقتنع بجاكبو، ومش حاسس ليه. طب هو اللعيب ارقامه كويسه، ومع هولندا كان كويس، ومع المنتخب كان كويس، مش حاسه، غير ان الفرقه اصلا ملخبطه. يعني انا بقول لك ان هو هيبقى جامد قوي لان دي نوعيه لعيبه الكلوب. لا لا يعني هو والله. لو اقول لك هو لو الفرقه كانت فايقه كان هو هيخش ويبقى فايق ويجيبه بتاع، بس هو انا مش حاسه اللعيب اللي هو هيجي يبقى جامد زي لويس دياز في يناير مثلا، زي لويس دياز كده السنه اللي فاتت. انت كنت مقتنع بلويس دياز قبل ما يجي؟ ما كنتش عارف ان هو هيوصل للليفل ده، بس كنت مقتنع بيه طبعا، لان احنا هم كانوا بيلعبوا معانا اصلا في المجموعه وكان مخيطنا. فمش عارف، انا مش مقتنع بجاكبو.
نونيز خلاص يعني اعتقد احنا خلصنا فيه كل الكلام. عايز تبيعه بيعه، عايز تسيبه سيبه. الراجل مهدف قدام وولز جاب والله جاب جول. هو عامة هو كده اللي هو هيجيب اجوان انت مش فاهمها في ماتشات انا مش متاكد على مستاهله. فكره ان انا اول ما بيعه هتلاقيه جايب 12 14 كده ده اكيد. يعني. لا انا عايز اقول لك كمان يعني الفرجه على نونيز في الاستاد مزيكا بقى، مزيكا طبعا بجد. اللعيب بتسب له لا الجماهير بتسب له. لا والله العظيم الغريب بقى ان هو الناس كلها هناك بتشجعه، يعني هو الناس من كتر ما هم خلاص هو لازم هو يجيب، ما هو كل الكور بتجيله فكل الجمهور بيحاول يشجعه، بس هو ما شاء الله يعني. طيب بالنسبة للصفقات التانية فعندنا ماتييوس كونيا، طبعا اتكلمنا عليه الأسبوع اللي فات، راح مهاجم وولفز الجديد من أتلتيكو مدريد ب5.5، ونزل ولعب حتى كمان الماتش اللي فات. يعني معرفش برضو هيفرق معانا في الفانتازي ولا لأ، بس هو أوبشن حلو ب5.5. مفيش مهاجمين كتير رخاص شغالين، اللي طالع كده لسه صاعد كده فيرجسون بتاع برايتن ده، هنشوف بيقول ايه الماتشات الجايه هيكمل اساسي ولا لا، لان ديزيربي عنده مشكله مع تروسار وقال له لازم تأدي ولازم تثبت نفسك والكلام ده، وهو اصلا فري ايجنت وشكله مش هيجدد هو مش عايز وهيمشي. يجدد في هاري. فواضح ان تروسار ممكن ما نشوفوش كتير الفتره الجايه، ونشوف فيرجسون ده فنخليه تحت المنظار. بالنسبه للصفقات برضو اللي لازم نتكلم عليها، خواو فيليكس بنسبه كبيره، يعني مش بنسبه كبيره، هو خلاص مع تشيلسي اعاره 6 شهور. انا مش شايف بصراحه ان هي هتبقى صفقه مفيده لتشيلسي، وحاسس ان احنا عشوائيين جدا، بس ما علينا. او حاجه تسند بدل بدل كل اللعيبه العاهات اللي عندنا. تتوقع كابتن فيليكس ينزل بكام؟ اعتقد 8.5 يعني. انا اعتقد 8.5 برضه في الحدود دي. هينفعنا ولا لا؟ بصراحه يعني انا ما ادفعش 8.5 في مهاجم تشيلسي، ويعني انت كلنا عارفين الهيستوري بتاع تشيلسي مع المهاجمين يعني. فخلينا نشوف هيعمل ايه، لو بدأ يقول اوكي، ما بدأش ما تفكرش فيه خالص بصراحة. يعني في اوبشنز كتير احسن ب 8 و 8.5 و 7 و 7.5 واللعيبة دي. اللي في لعيب تاني المفروض ان ساوثهامبتون جابوه عشان يحلوا المشاكل الهجومية والتهديفية اللي عندهم، هو اورسيتش. الراجل ده كان بيلعب في دينامو زاجرب وحط جون عالمي في تشيلسي في اول ماتش في الدوري المجموعات بتاع الشامبيونز ليج، وهو كان سبب رئيسي ان توخيل يمشي من تشيلسي عامة. يعني هو اصلا كان السنة اللي قبلها كان خيط توتنهام في اوروبا ليج، هو يعني رايح جاي تقريبا طلع توتنهام لوحده يعني. فالراجل ده ممكن احس ان هو يبقى اوبشن حلو، ولسه ما نزلش على الويب سايت. لو نزل 6 فما تحت اعتقد يبقى اوبشن حلو قوي، لان مفيش لعيبه اصلا كتير من ساوثهامبتون جاب غير طبعا ابنك جيمس وورد براوز حبيبي. شكرا. بس ممكن لا يعني لو سعره 5.5 مثلا حاسس هيبقى اوبشن حلو قوي، على حسب برضو الماتشات بتاعت ساوثهامبتون، فخلي عينيكوا عليه برضو للفتره الجايه. ما اعتقد ان مفيش حاجه تانية تتقال. في بس استون فيلا بيجيبوا اليكس مورينو باك ليفت بتاع بيتيس، هنشوف كده لما يجي هل هيدخل اساسي على طول، ممكن يبقى بيلعب مكان لوكادين، ممكن يبقى اوبشن حلو يعني، بس خلي عيننا عليه. غير كده حتى الان مودريك وارسنال في كلام، ممكن اعتقد ان الصفقه دي هتخلص ومودريك هيروح في الاخر. الراجل ده بيلعب في شختار، يعني المفروض ان هو حاجه فزه يعني، بس انا بصراحه ما اتفرجتش عليه قبل كده. يونايتد بيحاولوا يجيبوا فيج هورست، اللعيب اللي كان بيلعب في بيرنلي، كان المهاجم جابوه يناير اللي فات، وبيلعب دلوقتي في بشكتاش، اعاره بشكتاش، ويونايتد بيحاولوا يجيبوه كباك اب لمارسيال او كباك اب لراشفورد. انا اعتقد برضو الصفقه دي هتتم، بس هنشوف هتتم امتى. طيب نخش على الاسبوع ال 20، وعندنا دبل جيم ويك، عندنا 4 فرق هتلعب دبل جيم ويك: مانشستر يونايتد، كريستال بالاس، توتنهام، مانشستر سيتي. ف يعني طبعا كل الترانسفيرز وكل العيون متجهه او منصبه على اللعيبه بتاعت الفرق دي. اهم اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده في فرقتك او بتحاول تجيبها لفرقتك، اول واحد مين يا كابتن خير الله؟ يعني خلاص طبعا هالاند خلاص هو مش يعني هالاند وكين مش محتاجين نتكلم عليهم، راشفورد مش محتاجين نتكلم عليه، احنا بنتكلم على لعيبه ممكن تكون طيب يعني ديفرنشال زي او مش عند حد. انا اعتقد اهم لعيب للدبل ممكن يبقى دي بروين، بس في ناس كانت جايباه ومشيته، وفي ناس ما كانتش جايباه من بعد كاس العالم، مثلا كانت جايبه صلاح مثلا حد زي. بس برضو خلي بالك حاول تاخر الترانسفيرز بتاعت الدبل جيم ويك ده على قد ما تقدر يوم الجمعه، لان في احتمال كبير يبقى في دبل الاسبوع اللي بعديه اللي هو الاسبوع 21، والاعلان عنه هيبقى قبل الديدلاين، وبنسبه كبيره ممكن الدبل ده يبقى ليفربول وتشيلسي اللي هو الماتش اللي كان متاجل من جيم ويك مثلا 7. انتوا جايلنا في وقت يعني بجد ده على اساس ان احنا يعني مولعين الدنيا.
بس فقصدي خلي بالك، لان انت ممكن تبقى مثلا عايز تمشي دي بروين، عشان عايز قصدي تجيب دي بروين عشان عنده دبل وتمشي صلاح، بس صلاح هيبقى عنده دبل الاسبوع اللي بعده، فتحاول تفكر تجيب دي بروين مكان حد تاني، او بدل ما تجيب دي بروين مثلا تفكر في محرز، تفكر بس في بس دي بروين الدبل صعب شويه يعني. هو الجيم ويك ده الدبلات كلها صعبه يعني، اي حد هتروح تجيبه. ممكن يونايتد شويه، هي كريستال بالاس وسيتي يعني، قصدي عشان في كريستال بالاس يعني، هما ده اللي ممكن يبقى، بس فرقه بس برضه حتى الدبل صعب يعني. ماتش كريستال بالاس ما اظنش ان هو ماتش سهل. ف سيتي هي اكتر فرقه فايقه في الدبل يعني. توتنهام ما رشحش حد غير كين، انا حاسس كده يعني. ممكن بقى دوهيرتي، بيريسيتش، بس تضمنش الروتيشن برضو يعني. انا بس هو الفكره ان تشارلسون لسه مصاب، بيلعب براين جيل وسون وكين. اعتقد الماتشات دي ممكن تشوف بيريسيتش بيلعب قدام مكان براين جيل، لان هو بصراحه ما اثبتش نفسه خالص، وكان دايما بيطلعه في نص الماتش وبيجيب بيريسيتش مكانه، وبيلعب سيسينيو باك وشمال، او بينزل اميرسون رويال، او بيلعب اي حد تاني. ف ديفرنشلز كبريزيتش انا شايف ان هو ممكن يكون معاك في الدبل جيم ويك بصراحه، لان هو 5.5 مدافع بيلعب قدام، ما بيطلعش من الملعب غير لما توتنهام يكونوا كسبانين بفرق مريح يعني. بيشوط الكورنرات، بيرفع الكورنرات، بيرفع الفاولات يعني المتطرفه، ممكن يتعلق باسيست او اتنين، خبط جون، خبط كلين شيت. يعني شايف ان هي مش يعني مش هيضرك كتير لو موجود معاك في الدبل جيم ويك بالذات. انا عارف الماتشين صعبين، بس حاسس ان هي ممكن تجيب يعني بريزيتش ممكن يجيب نقط يعني. في لو هو عندك سيبه، لو ما عندكش وعندك ترانسفير مش عارف تجيب مين من الدبلز، ممكن تفكر في بريزيتش، خصوصا ان كانسيلو يعني بقى صداع بصراحه. كانسيلو من ساعه ما رجع من كاس العالم ما بيلعبش اساسي، حتى في ماتش الكاس بتاع تشيلسي ما لعبش اساسي، ماتش الدوري طلع بين ماتش الدوري طلع بين الشوطين، الماتش اللي قبليه ما كانش اساسي بتاع ليدز. بيب كان طلع يتكلم على ريكو ليوس اللي هو بيلعب مكانه، ان هو ده لعيب كويس وده فيليب لام الجديد بتاعنا و و و والكلام ده كله. فواضح ان في مشكله ما بين بيب وكانسيلو، ما اعرفش هتتحل امتى. ممكن تلاقي الماتش الجاي بدا اساسي عادي جدا، بس بصراحه لعيب ب7.5 في الدفاع اللي هو اغلى لعيب او اغلى مدافع في اللعبه تقريبا، يكون ما بيلعبش اساسي وانت مش متاكد ان هو هيلعب اساسي ولا لا، وعنده دبل يعني، بصراحه بتفكر في اوبشنز ثانيه تكون متاكد ان هي هتلعب، خصوصا من الاوبشنز او الفرق اللي هتلعب دبل. عايز تبدل كانسيلو وعايز تجيب حد تاني من سيتي، اوكي عندك اكانجي، عندك ستونز، عندك حتى ووكر ممكن تلاقيه بيلعب اساسي الماتشين. لو مش عايز حد من سيتي اعتقد بيرزيتش هيكون اوبشن كويس جدا يعني. طيب رياض محرز كالعادة هتجيبه، مش هيلعب مش هجيبه، بس انا حاسس ان هو هيكمل، حاسس ان هو صعب يقعد يعني. انا حاسس ان هو صعب يقعد بالفورمة دي بصراحة. قدام تشيلسي في الماتشين كان هايل بصراحة يعني، لما نزل قدام ماتش في ماتش تشيلسي من على الدكة كان كويس قوي بصراحة، وجاب جون. ماتش الكاس كان هايل وحط جون عالمي بصراحة. فانا حاسس ان هو صعب ان هو يقعد، ومحرز من اللعيبة اللي هو في الفورمة ماتش واتنين بيدي يعني، بيبقى ليه فترات يعني، يلعب ماتش ويجيب نقط في ماتش واتنين وتلاتة، بيكمل اربع خمس ماتشات كده في ستريك حلوة. ف 2% اونرشيب تقريبا 8 مليون، حاسس المحرز برضو ممكن يكون اوبشن حلو قوي للدبل جيم ويك، حتى لو ما معكش فلوس دي بروين اعتقد ده يبقى احسن اوبشن يعني ليك. فكره برضو ان هو بيلعب كارير من ناحيه اليمين، بيلعب شويه فاولات برضو اللي متطرفه، ممكن يلعب فاولات تاني بما انه جاب فاول حلو قدام تشيلسي. فانا شايف محرز بصراحه صفقه حلوه، وحتى بعد الدبل جيم ويك اعتقد ان هو هيفضل مكمل معاك شويه لو هو فضل بالفورمه دي، بيب صعب قوي يستغنى عنه يعني. طيب هل فودن برضو لو حد عنده فودن يعني، انت دلوقتي فودن عندك وعندك كانسيلو وعندك هالاند، انا واحد من الناس دي، انا همشي كانسيلو كده كده، فودن اسيبه ولا اجيب محرز ولا اجيب مثلا حد تاني من يونايتد او توتنهام او حتى كريستال بالاس، زاها برضو ممكن يكون اوبشن حلو. بص انا حاسس في الدبل ده يعني كانسيلو هو الوحيد اللي اقول لك مشي يعني، عنده دبل فمشي. اللعيبه التانيه فودن برضو عامه قدام تشيلسي في الكاس لعب حلو قوي، فبس ما تعرفش هل هيلعب فعلا بفودن ومحرز. جريليش برضو كويس، وجريليش يعني كويس، هو خلاص هو اللعيبه كلها دخلت في الفورمه تاني، هو برضو تحسه كان قالب على فودن شويه، تعرفش هل هيلعب هيرجع فودن يدخل واحده واحده تاني ولا لا. بس انا حاسس ما تضيعش ترانسفير عليه، خصوصا ان انت اوريدي هتمشي كانسيلو، خصوصا ان زي ما بقول لك احنا الجيم ويك اللي بعده غالبا هيبقى فيه دبل بنسبه يعني مش صغيره خالص، وهنعرف اصلا قبل الديدلاين، وغالبا الاسبوع 23 هيبقى فيه دبل تاني. فاوريدي الترانسفيرز الزياده دي
هتبدا تكاتشب معاك لو انت عمال تحرق، هتضطر بقى تدخل في ماينس 4 وماينس 8 كل اسبوع او وايلد كارد، بس حاسس لسه برضه بدري على الوايلد كارد، يعني احنا كلنا لسه عاملين وايلد كارد من اسبوعين، فلسه بدري شويه ان الواحد يشقلب فرقته تاني يعني. انا حاسس برضو ان الصراحة زها ممكن يبقى اوبشن حلو بصراحة للدبل. بس هو مش فايق، او يعني الفرقه مش فايقه خالص الفتره الفرقة مش فايقة، بس زها بيبقى لعيب بيجيب نقط كتير قوي لما ما يكونش اوبشن كبير، لما ما يكونش اوبشن مشهور. يعني انت عارف مثلا في ساعات فترات ان هو كريستال بالاس عندهم ران حلو، عندهم ماتشات سهلة، فناس كتير بتجيب زها وناس كتير بالكابتن زها ما بيعملش حاجة. لما يكون عارفين ان هم عندهم ماتشات صعبة، هو بصراحة بالاس وحشين، بس لو هجيب نقط هجيب عن زها. زها دلوقتي 12% اونر شيب، 7.3 من 10، بس ماتشاتهم مش احلى حاجه بصراحه. يعني عندهم تشيلسي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل، مانشستر يونايتد تاني، وبرايتون، وبرنتفورد. انا شايف ان كلها ماتشات صعبه، بس كان واجب يعني ان انا التنبيه ان زاها عنده دبل، وزاها يعني هو اللعيب الرئيسي او سوبر ستار في كريستال بالاس. بس يعني زاها تجيبه في حاله ان انت عندك دي بروين او عندك محرز وعندك راشفورد وعندك مثلا سون او عندك كين، وعايز تزود حد تاني ومعاك فلوس عايز تزود حد تاني من الدبلز، ساعتها ممكن تفكر في زها، او حتى ممكن تفكر في حد تاني من يونايتد. بس غير كده يعني كان لازم بس ان احنا ننبه يعني او ننوه ان في زها وعنده دبل وكده، عشان لو جاب نقط يبقى احنا قلنا حاجه صح يعني. بالظبط، لو ما جابش نقط ما قلناش احنا حاجه. عملنا تنبيه بس. طيب في حاجه عايز تزودها تاني على الكلام اللي عايزين نقوله؟ نخش على ال نخش على الكابتنه، ونخش على طول على الماتشات اللي عندنا. وعندنا الاسبوع هيبتدي يوم الجمعه يا جماعه، عندنا ماتش استون فيلا وليدز يوم الجمعه، دبل طبعا مستمر، ماتشات سبت حد اربع خميس، اسبوع يخلص يوم الخميس، اخر ماتش مانشستر يونايتد و سوري مانشستر سيتي وتوتنهام. فانت عندك دبل، عندك طبعا هالاند مفيش كلام، كين برضو اوبشن مش يعني مش وحش، يعني اوبشن كويس بس جدا، الراجل كين، جايب 15 جون يعني. كين بس تنويه ان هو لو خد انذار في الاولاني مش هيلعب التاني عشان الماتش من الدور الاول بالظبط كده. فده ده اللي مخليني شويه يعني، انا كابتن هالاند طبعا بنسبه كبيره، بس اللي مخليني حاسم الموضوع ان الاوبشن التاني برضه في ريسك، زي ما حصل مع متروفيتش الاسبوع ده. طيب الماتش الاولاني ارسنال وبتاع، فديربي راشفورد، بص الاسبوع ده هالاند هيعدي ال 200%، فخليك مع هالاند اصلا يعني، انت الكابتن هتبقى خسران منها، فبدل بس ما يخش يطلع بس راشفورد فعلا يعني احسن فورمه في حياته تقريبا، والراجل عنده يعني في هالاند بقى. الدبلات يونايتد عنده اسهل دبل ما من هالاند في توتنهام ومن احسن، سيتي، هالاند في احسن فورمه في حياته، شايف كده؟ انا حاسس يعني بلاش فات يا جماعه، ما دام ماشيه كويس خليها ماشيه بالظبط كويس، ما يعني. تلعبش فيها. خير الله قالها لاند، لو ما راشفورد جاب اكتر يبقوا تنويه، ده توقعي مش طب مش عايز اسال تريبل كابتن؟ لا بصراحه حاسس ان ممكن يكون في دبلات اسهل من كده يعني بصراحه. دبل يعني انا شايف سخيف ان يعني. دبل اصعب مما يكون، لان تقريبا دول بيبقى اصعب ماتشين لسيتي يعني، مع ليفربول يعني توتنهام بجد بيلعبوا حلو قوي قدام سيتي، ودايما يا اما بيكسبوهم يا اما بيتعادلوا. كين دايما بيحط في ماتشات ارسنال، ودايما بيحط في ماتشات سيتي، فعشان كده بقول لك كابتن حلو قوي بصراحه هو يعني. مش يعني اوبشن مش هو وحش كين يعني، بينزل ماتش ارسنال ده حاطط جون يعني، ضربة جزاء، ده بالظبط ضربة يعني، هو جزاء حاطط جون خلاص. سيتي برضه نفس الكلام على فكره يعني، سيتي دايما بيجيب فيهم، فعشان كده بقول كين هو مضمون، بس حوار الانذار ده يخوفك. هالاند طبعا مفيش كلام، راشفورد برضو نفس الكلام، فما تخرجش على الثلاثة دول، انت بقى وذوقك يعني، بس انا شايف ان راشفورد عنده اسهل ماتشات يعني. طيب ده كان نهاية حلقة الاسبوع ال20، ان شاء الله هنحاول نعمل دبل يوم الجمعة، بس ما اعتقدش ان هو هيبقى سوري نحاول نعمل لايف يوم الجمعة، بس ما اعتقدش ان هو هيبقى مفيد قوي، لان مش هيبقى فيه تسريبات او حاجة كده، بس هنحاول نعمل لايف برضو شوف نشوف بس اخر لو الاخبار. حصل اعلان على الدبل اللي في الاسبوع اللي بعده. بالظبط، بالذات لو في اعلان على الدبل اللي بعده، فان شاء الله يبقى في لايف يوم الجمعه انا وخير الله، نطلع نتناقش معاك واخر اخبار المؤتمرات الصحفيه، ولو في دبل جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك. كان معاكم محمد كريم عمر، خير الله، نشوف الحلقه الجايه، السلام عليكم.